معاكم من اخبارنا اللي ما خارج الرياضه. نروح دلوقتي لاخبارنا داخل الرياضه والمتعه الكرويه المستمره معانا في كاس الامم الافريقيه. جاء اليوم المرتقب او بدايه الايام المرتقبه اليوم وغدا ايضا ان شاء الله هيكون في المباريات المرتقبه. بدايه النهارده هتكون مباراه ما بين منتخب السنغال ومنتخب بوركينا فاسو الساعه 9 مساء باذن الله. اعتقد من المباريات القويه جدا، يعني المباراه دي الكل منتظرها، الكل مترقب، يعني ممكن معظم الناس اعتقد غانم متوقعين ان السنغال هي اللي تفوز في المباراه، ولكن انا عكس كل الناس. يعني انا ما زلت عند وجهه نظري وقناعتي التامه بان منتخب بوركينا فاسو النهارده ممكن يصنع مفاجاه. والله انا قلت الكلام ده قبل اصلا كاس الامم الافريقيه لما تبدا، لان بوركينا فاسو لما نقرب عليها الميكروسكوب كده زي ما نقول، بص يا فرح، في كاس التصفيات كاس العالم الخاصه طبعا بالمجموعات ما قدروش ان هم يصعدوا، الجزائر هي اللي صعدت بس احرجوا الجزائر بشكل كبير جدا، الجزائر ما قدرتش تتغلب عليهم سواء على ارضها او في بوركينا فاسو. الموضوع كان مبشر ان بوركينا فاسو عندها فرقه حلوه، كمان اللي بيحب الكوره الفرقه دي عندها سرعات وفنيات كتير جدا، ومفيش اكتر من لمسه واحده، مفيش لعيب بيحط الكوره تحت رجله والمصطلح بيلعبوا كوره حلوه. انا بستلم بلاقي واحد جري وواحد طلع، انا اتفرجت على كل ماتشاتهم، كمان عندهم سرعات تخوف، فرقه حلوه وفرقه محترمه. هنشوف بقى مفاجآت كره القدم الافريقيه هتعمل ايه، يعني ممكن النهارده نشوف بوركينا فاسو منافس عنيد، يعني حتى اللحظات الاخيره والنفس الاخير بيكونوا متشبثين جدا بالمباراه، وده اللي شفناه معاهم في اكتر من مباراه ان هم بيوصلوا كمان لركلات الترجيح في اخر المباراه. واعتقد مباراتهم كمان مع منتخب تونس كانت مباراه ممتعه جدا، متشبثين بالفوز حتى النهايه. وحاجه اهم، دايما احنا بنقيس النسق التصاعدي، اول ماتش كان عاملين ازاي وبعد كده النسق التصاعدي عامل ازاي. لما تتكلمي على اول مباراه ليهم امام الفرقه صاحبه الارض الكاميرون، كاميرون كسبتهم بركلتي جزاء، هم كانوا متقدمين في النتيجه كمان، بهدف ورائع ممتع، يعني ده كانت شهاده ميلادهم في البطوله، وده اللي اكد لكل الناس ان احنا النهارده اكيد هنشوف مباراه ممتعه ورائعه هنتابعها مع حضراتكم ما بين منتخب السنغال ومنتخب بوركينا فاسو الساعه 9 مساء باذن الله.